بعد هذه طبعا من 15 سنة تقريبا بدأت فيها هنا طبعا، وبدأ كانت يعني كانت على المستوى بسيط في الأول، لكن كبرت بشوي بشوي لغاية ما أصبحت للمستوى هذا اللي احنا فيه توه هذا. طبعا كنا ايام قبل طبعا ازمه الكورونا هذه كنا نقدموا في شربه ووجبه معها وميه وعصير وفواكه معها كل يوم، يعني كان يوميا. طبعا في ازمه الكورونا طبعا اختلفت الامور توا الواحد، فنقدموا فيها خارجيه توا، نعطي فيها خارجيه للواحد. الفترة هي بدات رمضان، احنا بدات في رمضان هذه صارت موجة عميت غير الأسعار غير مسبوقة، يعني الحليب اللي كان ب4 جنيه بدا 7 جنيه، الجبنة الشرايح وصلت 11 دينار و12 دينار، شيء رهيب جدا. الكوت يومية ما عادش قدرت عليه الناس، فكلها بدات محتاجة، اللي كان العدد 150-200 بدا 300 ومش ملحقين، ومساعداتنا ضئيلة. شكون المساعدات؟ تجي من الناس اللي هي تدفع في الزكاة أو التجار أو الناس الخيرية، هي اللي تساعد فينا الأمور. لا جتنا منظمات خيرية ولا جتنا جهات اعتبارية قالت لمد لكم بدي المساعدة، كل مجهود يعني فردي يعني وشخصي بالنسبة للناس. وحاجة زي هذه يعني طولين 10 سنين احنا مش اليوم والأمس، يعني معقولة تو ما يندروش ان المكان هذا يقوم بالعجب الواجب الخيري. وأنا صراحة الناشد يعني جهات الاعتبارية يعني تمد يبدأ المساعدة لينا، يعني ما تبين حتى نزود 300-400 حتى نوصل حتى 500 وجبة يعني فهمتني. لا بالنسبة للسوق كان في حدود طبعا يوميا كان حدود 100-190 في النور. لكن طبعا بعد أزمة كورونا حدان طبعا وصلين لحدود 200 وطبعا في الزايد، هذا طبعا بداية رمضان، لكن احتمال ممكن يزيد حتى 300-400. احنا الطريقة متاعنا احنا تو شمدين احنا تو نوتوا بالمجموعة ومدين نظام التباعد بالنسبة للناس الجموع، وكل ما يجوا مجموعة 3-4 من الناس فنعطوهم، فهمت، بحيث ما يصيرش فيها عملية الازدحام نتاع التوزيع.